تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه عشان نحل بعض من مشاكلنا، نفهم احنا واقفين فين. طيب معايا دلوقتي عبر زوم ادريال بيفينغتون المدير السابق للاتحاد الانجليزي لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. صباح الخير، يسعدني ان اكون هنا واتحدث معكم. شرف كبير لينا. بداية كده لازم أسألك بشكل مباشر، بما أننا نتحدث عن أمور تخص الاتحاد المصري لكرة القدم وفكرة تعيين المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، كيف يتم اختيار المدير الفني لمنتخب وطني في إنجلترا؟ هذا الأمر يعتمد على الدور الذي مطلوب منه أن يلعبه. المدير الفني ممكن أن يكون مديرا لكرة القدم، وهناك التغيرات التي الطفيفة التي تطرأ على مسؤوليته، ولكن بشكل عام نحتاج شخصا يكون قائدا لفريق كرة القدم على مستوى ممتاز. ويجب أن تكون هناك فلسفة خاصة بالتدريب وبرنامج خاص بتطوير كرة القدم يتعلق بالاتحاد ككل. وأيضا هناك مسؤوليات خاصة باختيار المدير الفني للفريق القومي بالاتفاق مع مجلس الاتحاد. ونتأكد من المستوى الخاص بالمدرب الذي يتم اختياره، وفي حالتكم بالنسبة لمصر طبعا. وهذا لإدارة البرامج التدريبية والتعليمية الخاصة باللاعبين لفريق كرة القدم. وأيضا القيام بكل المسؤوليات منذ المستويات الأولى وحتى فرق الناشئين أيضا. طيب سؤالي الجاي ليك، أنت كنت واحد من المشاركين في اختيار ساوثجيت المدير الفني الحالي للمنتخب الإنجليزي، كيف تم اختيار ساوثجيت؟ هل كان في أكتر من مرشح؟ هل كان في لقاء حصل مع ساوثجيت؟ هل كان في خطة قدمها مدرب المنتخب الإنجليزي عشان كده وافقتوا عليه؟ فيما يتعلق باختيار المدير الفني، قمت أيضا باختيار كابيلو وهوتسل، وأيضا عملت مع إريكسون. ويقوم بهذا الاتحاد في إنجلترا، يجب أن يكون هناك فلسفة واضحة حول نوع المدرب الذي نرغب في اختياره. وهذا يتوقف على المرحلة التي يلعب فيها الفريق أو المرحلة والتحديات التي تواجه الفريق في الوقت الحالي. أنا سؤالي لحضرتك مرة أخرى، هل كان في أكتر من مرشح وقت اختيار ساوثجيت أو تعيين ساوثجيت مديرا فنيا للمنتخب الإنجليزي وتم اختيار ساوثجيت؟ من هم الذين يختارون المدير الفني؟ هل هم متخصصين في كرة القدم أم إدارة اتحاد الكرة في إنجلترا؟ مين اللي بيختار؟ إن ساوثجيت هو المدرب، ولكن المدير الفني يتم اختياره من قبل مجلس الاتحاد. إذن المدير الفني يقوم بتعيينه مجلس إدارة الاتحاد.
ويكون هناك أكثر من مرشح يتم الاختيار من بينهم، وقد يكون هناك مقابلة شخصية تتم، ويكون هناك تقريبا حوالي 6 أشخاص، وعلى الاتحاد أن يحدد إذا ما كان ما الشخص الذي يتم اختياره هل هو المدرب أم المدير الفني. يجب أن يكون هؤلاء المرشحين من الدولة نفسها في إنجلترا، وأيضا هناك شخصيات عالمية حتى نستطيع أن نؤسس حتى يتم اختيار أفضل المرشحين. وإذا ما كنا نتحدث عن اختيار ساوثجيت وهو المدرب رقم 21، فقد قمنا بمقابلة حوالي 10 مدربين لكي نختار واحدا منهم، وبعد ذلك تم عمل مقابلة لساوثجيت هو وواحد أو 2 آخران، تم إدراجهم في مقابلة أخرى، وكانت المقابلة الثانية مع الرئيس والسكرتير العام للاتحاد.